هاتوا كلامي كله اللي لقيتوا فيه تغيير عن اللي انا بقوله دلوقتي يبقى لكم الكلام. لن يحدث تصعيد في الاسعار. احنا نعمل ايه دلوقتي؟ فكروا قبل ما تتكلموا. واحنا مش مواطنين وشعب. ايوه انا عارف. عايزين بقى حقنا. بس منين؟ احنا بغفلنا، احنا خدنا على قلبنا. في معاناه لازم نتفحها. احنا تعبنا من اللي احنا فيه ده، بس هنعمل ايه؟ مصر البلد الغنيه بمواردها. دوله فقيره. مواردها شحيح والناس تعبانه. تصبرهم وتتحملوا. ادي كيفك. مفيش غير كده. مفيش حاجه شغاله غير القوات المسلحه اللي بتاخد فلوس بس. نوزع فلوس على الناس. انا مش شايف حاجه بصراحه. لا انت اشرف. بيطلعوا يشحطوا في الشوارع دلوقتي ومفيش. منين؟ اين العداله الاجتماعيه؟ منين؟ مطالب بسكن. منين؟ ربنا ومنك يا سيسي. طب منين؟ انا هكلمكم عن قناه السويس كفكره كان الهدف منها فقط ان يجمع المصريين دعايه ويرفع روحهم المعنويه. الاعلام طبعا على طول بيطبر وبيهول. قد ايه كل الناس ضحكت. الاعلام هو سلاحه الرئيسي في الضحك على الناس. ال 20 مليار اللي احنا دفعناهم احنا جبناهم بلا جدول. ما استفدتش حاجه. ده واحد ان هو يشيل ويحط الناس ويهكر من اسمه ويهكر هنا ويهكر هنا. احنا ما فرطناش في حق لينا. انت واخد على بيع الكتر، احنا مش هنبيع الكتر. الموضوع خلص. مصطفى الله اخويا ضاع خلاص. حسبي الله ونعم الوكيل. ناس ماتت كتير قوي وصباط ومناق شرطه وكله طلع براه ده القضاء المصري. عمر الشعب المصري ابدا ما هيفزع ولا يروع طول ما احنا موجودين. ضربونا وما بهدلونا وراحوا حاجتنا في الدرع. يا باشا ما فيش يا باشا. تعبت كلبه. ظلمونا ظلمونا من روح الله. ممكن نكون ما بناكلش وما نحبش بس كده.